إذا كان الحلف بغير الله منتشر في بيئة يعني منتشر فيها عباد غير الله عز وجل، وهذا المحلوف به هو لمن يعبد من دون الله، فهل هذه قرينة على أنه الحلف هنا في التعظيم يصير شرك أكبر؟ قد يكون. الأخ يقول إذا كان الحلف منتشرا في بلد يعبدون غير الله والمحلف به من المعبودين غير الله في هذا البلد، فهذه نعم قرينة على أنهم يحلفون بتعظيمه، ولكن هؤلاء هل يعبدون غير الله أصلا أو أنهم موحدون في الجملة؟ لا ينظر، قد يكون أصلا هو مشرك بالمعبود فيكون الحلف هذا من أقل مما هو فعل، لكن هذا يرد الإرادة التي تفضلت به إذا كان الرجل من الموحدين في الجملة لكن عنده حالف بغير الله فيكون قد أشرك في هذا الحالة الشرك الأصغر، إذا دلت قرينة كما شرحنا بالأمس على أنه يقصد التعظيم بحيث يحلف بالأمور المؤكدة، إذا أراد يؤكد الأمر حلف بالميت، وإذا أراد يستهين بالأمر حلف بالله، وإذا أراد يحلف صادقا حلف بالميت، وإذا أراد يحلف كاذبا حلف بالله، هذه قرينة على أن هذا الشرك أكبر، وهذا من شرك التعظيم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين حين ذاك الحلف بغير الله قال شرك أكبر، وقد يكون شرك أكبر يقول أن الحلف بغير شرك أصغر، وقد يكون شرك أكبر إذا اقترن بتعظيم، والتعظيم هنا واضح لو وجد هذا القرينة.